ضياء. أنا متجمل من المعروف الذي فعلته معي أمس. متجمل قوي. يا حبيبي هذا اعتبره عربون محبة، أو تقدر تقول قطرة من غيث كبير. بخصوص خليل وجميلة وحمد، احكي لي غسل قلبي فرحني، كيف كان موقفهم لأن العقل ما رضي يشهد معهم؟ ايش مش عارف الدابش ومدابش الله لا وراك، من زغط لا زغط واقش همسام فقش لهم مصيبة سعراسه. الشمس ماذا؟ مش عارف؟ لا الهبيلة ذاك قرح رصاص لافوق فطوم بدل الكلب. ها؟ ماتت؟ لا للأسف أسعفوها للمستشفى. صح شمسان راح لعندهم جميلة تمام وخبتهم جميلة عنده في البيت. يا سلام. مكافأتك إن شاء الله زيد لك من عندي ولا تقلق. الحمد لله. طب اسمع له تفضل. بيني وبينك أنا قررت أدخل معاكم المنتخب. أيوه أنا كنت عارف إنك رجال قدها وقدود وبتدور بعض مصلحتك. هلا بس شوف يا غريب من الآن أقول لك أنا علي أصرف وأبيع، غير كذا لا تستنش مني أي حاجة. يا سلام هذه هي وظيفتك، يعني شوف عمل محترم، عمل يرفع الرأس وبيننا الله يثقه. لا تقولش إن حابب الفندق. آخر الرجال ذا متقين جدا. معلش أنا بعد أعرف. المهم بما أن أنت قررت أنت معانا، إيش رأيك نقرأ فاتحة؟ والله لكن نقرأها على الذي يخون صاحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. صفوان مر هادم ايش امر يا البضاعة الجديدة وين؟ انا سير الدنيا يلا بسرعة خلينا نصرفها مع الأستاذ. حاضر بعد راس ابوك تمام.